يا سلام يا سلام. يا الله اليوم وانا طالبك يا إلهي دلنا وثبت اقدامنا على طريق الهدى والخير دايم وارحم الحي والميت وديم الستر والعافيه. ويا سلامي عليكم خير مبدا لنا في كل حال وتحية لكم من طيب خاطر ومن صدق النوايا قلتها واثنية تسليم للي حضر والغايبين. ويا هجوسي على ابن عمنا قربي حلو القصيد حيث هو فرحة الخطر وفيهم يشد الظهر دايم لا عدم لا عدم يا ربعنا من لقاكم لا عدم اجتمعنا على طاعة وفي ملتقانا وصل خير دايما ما التقى الأجواد نلقى به العلم السمين ولا نقول غير يا ربي تديم السعد ما بيننا وخير ختم الكلام نصلي على النبي المرسلي يا صلاتي عليه اعداد ما هلت مزون وجامع وارتوت منها جبال راضي وشفنا نبتها وارتوت منها جبال راضي وشفنا نبتها. سلامتكم. صح لسانك صح لسانكم. هذا مما جاء